السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معنا في قناة ديانة الأخشاب. إن شاء الله كما كتشوفوا اليوم إن شاء الله غادي نبين لكم في هذا إن شاء الله غادي نعاود لهم. هذا راه ماريو إن شاء الله غادي نعاود له قديم. ديجا غادي ندير له كولور نوايي كلار كما كتشوفوا راها معروفة. إن شاء الله غادي نديروها في هذا. وهذوك ديجا قدام حنا حكيناهم بالثمانين مزيان، فهمتوا؟ كانوا بالثمانين وعاود شمعتو كامل. علاش أنا شمعتو؟ لأن هذا ديجا هذا السيلولوزيك، شوف هادو، لان الانسان اللي كيكون دائما كيشوف في الفيرني وكذا كيكون يفرق ما بين السانتيتيك والسيلولوزيك، فهمتوا؟ بعض المرات كتكتشف بنادم في الشيفونه، بحال مثلا هذا ديجا كان مضرب بالشيفونه، والضربه تاع الشيفونه كتكون باينه، وهادو والسيلولوزيك كيعطي واحد خوتي واش نقول لكم، الا راكم تلاحظوا هنايا كيكون عنده واحد السيلولوزيك كيتشقق بالمده، نتاع بكري هي بدا اصلا كان يعطي واحد الديفون تاع التشقاق هنايا. المهم ملي كتشوفوه مشقق هكذا، ربي الله راه السيلولوزيك، اغلبيه نتاع السيلولوزيك كيدير هكذا. هو هذاك غوملاك، حتى غوملاك كيدير بحال هاد اللقطات. عندك الغوملاك ولا السيلولوزيك بروديك كيما كيديروه اللي معروفه، هذاك ما عندكش المشكل، تقدر تخدم فوق المصياج الشمع الحاجه ديال الديليو ما كيدير حتى شي حاجه. اما السانتيتيك فيرني سانتيتيك بحال مثلا هذا، بحال مثلا كاين هاد غاري ولا تيتالوكس ولا شي فيرني اخر سانتيتيك، بحال مثلا هذا سانتيتيك، فهمتوا؟ هذا سانتيتيك يتفريزا، فهمت؟ الا درت فوق منه الشمع كيتفريزا. يعني من احسن حاجه بغيت دير شي كولور خطا شي لي تانت بالسانتيتيك وخدم فوق منهم، فهمتوا؟ بحال مثلا اللي بغى يخدم عنده تنوى ولا شي حاجه يختار شي كولور سانتيتيك ويضرب ويدير الطبقه ويحاول يخدم بالويت سبيريت، لان ملي كيكون واحد الطبقه بحال كما نقولوا هذا داير هكذا، لان الويت سبيريت كيطلق هذاك الكولور. اما الديليو كيبقى يجعفل لك الديليو، الا بغيت تخدم بلا تانت سانتيتيك خصك تضربو على الخشب ناتورال ما فيه حتى شي حاجه. بحال هذا نقدر نطبق عليه فيرني سانتيتيك بالديليو. اما الا كان ديجا فوق منه الشمع ولا كان فوق منه كيسميتو البروديك ولا شي حاجه، ضروري خصك تستعمل الويت سبيريت هي اللي تخدم لك. هذه نصيحه من عندي انا لكل واحد، يعني باش ما توقعوش. كاين الانسان اللي مسكين ما عندوش وكذا باغي يتكسف على البريتشا ديالو، المهم راكم تعرفوا كنساعدوكم في سبيل الله، ما كان حتى شي حاجه. يلا خوتي نشوفوا المراحل تاع اللي نقوموها. هي كما كتشوفوا هيك الفيترينار قلناها حكيناها مزيان، وانا شمعتها انا ماشي على الطريقه خوتي. انا اختاريت كسيلازال، انا كنعرف انا كسيلازال في الروبي كنعرفها كتاتيري الداخل ديالها، كتاتيري النوايي واصلا الشمع كياتيري النوايي كلار. الا كتلاحظوا هذا الشمع هذا تاع اطلس كياتيري النوايي كلار، يعني اذا استعملت هذا مع الشمع يعني غادي يعطيني الكول. اما انايا يعني اللي ما عندوش هادي ما توفرتوش هادو، كيمشي الاطلس لاتانت بوا ديال اطلس خوتي، راه عندنا الفيرن كيوسخ لي الحوايج، كتمشي في هادي لاتانت فونجاسيد كاينه في هادي لاتانت نتاع اطلس، فيها ليتانت ها هما بحال هادي وانغو نتاع الفانغي هادي الفرنسي. وبالنسبه كاينه يعني خصك تقول عطيني لاتانت كلار، عطيني في النوايي فونسي ودير لها زيد فيها الديليو مع البروديك كتعطيك لاتانت كلار. وكاين في هاد القواطع داري بحال، المهم عندهم جوج ديال لومبالاج، عندهم هادي وهاديك هادي لومبالاج الجديده وهادي لومبالاج القديمه. يلا خوتي انا درك غادي نخلط، عندي غادي نخلط هادو مع بعضياتهم ان شاء الله، وغادي ندير الكولور ديالنا هنايا، وغادي ندير لكم شي فيديو غادي تشوفوا معايا. يلا تبعوا معايا خوتي، ما تنساوش انكم ديروا جيم وديروا شي تعليق، وشي واحد الله يهديه يدير لنا شي سباعه والثاني تستفدوا بها. يلا السلام عليكم. السلام عليكم خوتي، ها هو كما كتلاحظوا، شوفوا معايا مزيان، ها هو كيشبه للنوايي، كيأتير النوايي، ها هو هنا في الخوتي كيأتير النوايي بزاف. هذا هو النوايي كلار اللي كيخرج لك، فهمت؟ بالنسبه هما كيعطيوك، شوف الكولور كي داير، هو راه كيشبه ولكن شي كيخرج لك. المهم انا غادي نخلط اخوتي ان شاء الله، غادي نضرب في هذه البويبه هذه ان شاء الله، غادي نوري لكم كيفاش الكولور غادي يخرج. يلا تبعونا. Thank you.
بالنسبه خوتي شوف يعني هنايا راه كيعطي شويه ديال ها هو النواي كيبان واحد شويه، ولكن علاش ما خلاش النواي انه يخرج باين؟ فهمتوا علاش ما خلاش النواي يخرج باين؟ لان ديجا هذا ملي كانوا فيرناوا ديجا ملي كان عنده اسبقيه في الفيرني بحال لي حمار الخشب بحال لي حمار شويه، ما خلاش هذاك الكلار. الا انا بغيت نطبق هذاك الكلار نيشان وخصو يتحط اللي راني باغيه انا النواي كلار نحطو نيشان، غادي يتفونصا غادي يخرج واحد الكولور اخر، لان اصلا هذيك الحموريه اللي كانت في الخشب اللي كانت قبل فايته هذاك الكلار. يعني هي يعني الا قدينا جوج كولورات غادي نتلاقاو هي فور الحموريه فور على الكلار. المهم هي كاتاتيك، ولكن انا ما ليش نقدر نبعد ليه فهمتوا، ولكن كومام كتبان زوينه ومزيانه. انا ديجا بدا قلت ليه يعني انا غادي نقرب. يلا خوتي غادي نضرب هادوك كاملين، ها غادي نوريكم باش تشوفوا. درك هنايا هذاك الكلا شوف هذا هذا الكولور هذا مع طفونصا قدام الخشب قدام، اصلا الخشب مشى هرب على الكلار، يعني نواي كلار هرب عليه، يعني ما غاديش تقدر تخرج لك الكولور. يا دي تقرب واحد شويه فهمتوا. يلا خوتي ان شاء الله غادي نكملهم نضرب لهم التنت كاملين، وغادي نوريهم لكم هكذا، وغادي نضرب لهم البريو وغادي تشوفوا الشكل النهائي. يلا تبعوا معك. السلام عليكم خوتي. شوف ملاحظه، انا كنت كنضرب فهمتوا، والكلام اللي كنت قلت لكم شويه هذه قلت لكم بلا ان كاين هنا هذا ديجا كان فونسي، عاد درك قلتها لكم قلت لكم انه كان هذا شو فونسي، يعني هذا غالب على الكلار اللي كان نتكلم عليه النواي كلار، لان هذا الخشب اصلا مشى للحموريه قدام فهمتوا. ولكن فين غادي تثبت هذه القضيه؟ كانت هذيك الفيزاغرات هي هذه، كانت هنا كتكون تاع السوارت، هذه ماشي تاع السوارت كيديوها باش تكمل الديكور فهمتوا. ها هي كانت مدرقه هذاك الخشب، يعني الريح ما كانش يوصل لهذا الخشب، هذا الخشب بقى على الطبيعه ديالو فهمتوا. هنا بين ضربنا له الكولور هذا، راني دركي نضرب له الكولور الكلار، هنا عطى الكلار، هذا هو الكولور اللي باغي هذاك السيد باغي هذا، ولكن بين ضربنا فوق هذا لان هذا فونسي على هذا، يعني ما غاديش تقدر تخرجه. يعني الا مشيت غادي نتبع نبقى نضرب هنا نضرب هنا باش يخرج هذا، لا يمكن. يعني هذا خصو يهبط، هذا باش يهبط راه قدام صافي. يعني هنا كتحاول انك تسد كدير واحد لاتانت خفيفه باش انك تسد ديفويات وكتريكي، هذه هي الخدمه باش انك تمشي تفونسي اكثر، هي بعد على الاقليه كتسد ديفويات وكيبقى يبان زوين وزوين. المهم ها هو كما تشوفوا الكلار ديالنا التخليطه اللي قلت لكم كتخرج الكلار نيشان، ما فيها لا زعقه لا حتى شي حاجه. يلا خوتي درك شنو باقي لنا؟ باقي لنا هذه ملاحظه، باقي لنا باش غادي نضربوا البريو ديالنا وغادي تشوفوا النتيجه وتشوفوا الغزال كي داير. ورساله لهذاك اللي كيسب وكذا وعندنا في القناه ودخل وبدا كيسب تما وكذا، الدنيا هاني اخويا انا عطيتك لورد سب كي تبغي، انا ماشي صناعي، انا ما نفهم حتى وزه فهمت، ما كنفهم حتى وزه. انا كنعاون غير خوتي الدراوش اللي ما عندهمش الصوالده بحالي بحالهم، كنعاونهم وكنعاونوا القناه باش اننا نقدموا شي محتوى زوين والناس تستافد ونديو رحمه الوالدين، والناس باش اننا نقدروا مستقبلا هكذا شي حد بغى شي نجار كنديروا له كندرسوا هذاك النجار، الا شفناه في المستوى انه ما كيغدرش الناس وعنده يعني كيما نقولوا عنده واحد السمعه مع الناس، يعني كننصحوا الناس باش نصيفطوه لهذاك السيد باش يخدم لهم، باش نتفاداو هذوك الناس اللي كينصبوا على عباد الله. لا بالنسبه للصباغين لي فيرنيسور ولا بالنسبه للنجارين، الهدف ديالنا بالقناه ان شاء الله هو اننا نعزلوا كاع هذوك اللي السلام عليكم خوتي. ها هو كما تشوفوا غنستعملوا فيكرو جافير وهذا، وانا ضربت لهم واحد شويه ديال البريو، انا جيت لهم شويه بركه باش يجمعوا. خوتي الشكل النهائي هو هذا، هاهما كيما كتشوفوا خوتي الزاج والمرزاج ها هو. المهم كان يلقى بدا خوتي، ها هي كانت قديمه عودنا لها ولات جديده، ها هي الملاحظه اللي قلت لكم الكولور اللي بغا هو هذا، ولكن حنايا الكولور عنده فونسي ما عندنا ما نديرو. ها هو خوتي
خوتي انا ننصحكم بهذا الفيرني هذا زوين. المهم دائما روحوا عند ديال البحر، هذا راه ديال البحر خوتي انا ننصحكم به، واخا نتاع المغرب شوفوا شي حاجه ديال البحر. يلا خوتي السلام عليكم، ونتمنى انكم تشاركوا معنا في القناه وديروا جيم وديروا شي تعليق، واللي زاد عليه الحال يدير لي شي سبات معكم. يلا السلام عليكم.